بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاء به قلوب العارفين والأتقياء. الحمد لله رب الأكوان، المشرق بنوره كل مكان، الموجود الحق قبل الظهور والأزمان، والباقي بحق وكل من عليها فان. فلنقرأ الفاتحة لتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. من هذا المكان المقام للمغفول له بإذن الله تعالى، ومن موجات عاطف عز الصوتية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله المصير حقا، إليه المصير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير. فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير، وتدخل القبر حتما، فذاك يوم عسير. القبر هم وعم ومنكر ونكير، القبر روضة لنا وإما سعير، فاعمل لدنياك خيرا تموت رضي الضمير. القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يشرف بها تلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن العزاز، القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، والمقيم بأبو حمص بحيرة. وجمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك، وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء
الأجير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا آمنوا بربكم فآمنوا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل بعضكم من بعض بعضكم من بعض
فالذين هاجروا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا لا يرون
متاع قليل متاع قليل متاع لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير
وما عند الله خير
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب
سبقت يا إلهي فيما قلت، إنك قلت وقولك الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا يا الإخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن الأزاز، قارئ القرآن الكريم والمقيم بأبو حمص بحيرة، كتب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة، بمخازن عاطف عز وأولاده بسيد أبو شعرة، وللسادة المعزين قبول العزاء، وشكر الله سعيكم